أصلا. هنكمل كلامنا، ولكن خليني أقول لحضراتكم إن بيان هنطلعه على الشاشة دلوقتي، بيان من نادي الزمالك بيعرب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للسيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال مباشرة مهام عمله بالنادي الأهلي اليوم. ويتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك الشفاء العاجل لوزير الرياضة الأسبق. مرة تانية، بيان من مجلس إدارة نادي الزمالك بيعرب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للسيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال مباشرة مهام عمله بالنادي الأهلي اليوم. ويتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك الشفاء العاجل لوزير الرياضة الأسبق. طبعا كلمات مهمة وبيان مهم من مجلس إدارة نادي الزمالك زي ما حضراتكم شايفين.